مشاهدينا، عبادة إن لزمناها رافقت قلوبنا السكينة والطمأنينة، عبادة اعتدنا عليها في رمضان كجماعة، وقلة من يلزمها وحيدا بعد رمضان، إنها عبادة قيام الليل. فما فضلها وكيف نلزمها وتصبح أيضا جزء من حياتنا بعد قيام أو بعد انقضاء هذا الشهر الكريم؟ يسعدنا الحديث عن هذا الموضوع استضافة الدكتور محمد أيمن الجمال. أهلا وسهلا فيك دكتور، سعيدين فيك دائما. أهلا وسهلا بك وبسادة مشاهدينا الكرام. يعني عبادة قيام الليل، هذه العبادة أو عبادة القلوب فعليا، هي خلينا نبدأ بتحديد وقت قيام الليل. ما هو وقت عبادة قيام الليل وما هو أفضل الأوقات فيها؟ يعني لا شك أن قيام الليل هي لليل كله. ربنا سبحانه وتعالى قال: ثم أطيموا الصيام إلى الليل. يبدأ الليل بمغيب الشمس وينتهي عند طلوع الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني عند أذان الفجر. أذان الفجر، نعم. هذا كله ليل. الصلاة فيه أو القيام فيه بالأحرى، مفهوم القيام أوسع قليلا مفهوم الصلاة. القيام فيه مطلوب من المسلم ومندوب المسلم إليه، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى جعله مؤكدا أكثر في هذه الليالي المباركة في شهر رمضان، وسنه النبي صلى الله عليه وسلم أول من سنه، صلاه هو صلى الله عليه وسلم أول مرة، خرج بعض الصحابة اقتدوا فيه، في اليوم الثاني تجمع صحابة أكثر، في اليوم الثالث تجمع كثير من الصحابة فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، وقال: خشيت أن تفرض عليكم، مما يدل على أهمية هذه الصلاة، وأنه لو الناس نشطوا إليها فيمكن أن تفرض عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة لم يخرج للصلاة ثالث ليلة، لكن لما كان سيدنا عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة 20 ركعة في رمضان، واجتمع الصحابة عليها، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة هذا الفعل، بل اجتمعوا كلهم، وأم بهم أحد الصحابة سيدنا أبي بن كعب، أم بهم بالقرآن كله يختمه في هذا الشهر المبارك. فكان لهذه العبادة طعم آخر في ليالي رمضان بسبب سنة سيدنا عمر رضي الله عنه وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أولا. لذلك قيام الليل هو أن يقوم الإنسان هذه الفترة الممتدة من المغرب إلى الفجر. التنبيه إلى معنى القيام ليس فقط الصلاة، نعم. يعني القيام هو الحفاظ على عدم النوم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لكن ما قال يصلون. العبادات التي تقام في قيام الليل يعني كلها عبادات، لا يوجد شيء يعني نستطيع أن نقول أنه والله هذا ليس جيدا أو هذا أفضل هذا كذا، كله عبادات. ومعنى القيام يستعمل في الصلاة كثيرا، لذلك ربنا سبحانه وتعالى كان يأمر بالصلاة، يقول: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، نعم. فمعنى القيام يستعمل في الصلاة كثيرا، لذلك أفضل ما يفعل في قيام الليل أو أكثر شيء يركز عليه الإنسان في قيام الليل هو موضوع الصلاة. لكن الحقيقة التفكير والذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار وكذا كلها عبادات مطلوبة من المسلم، حتى إن الله سبحانه وتعالى ربط بين الذكر وبين التفكر. قال سبحانه وتعالى قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ثم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فعبادة التفكر أيضا من العبادات المهمة التي نرى انصراف كثير من المسلمين عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس الأيام يتحنث في غار حراء قبل أن ينزل إليه قرآن ولا صلاة ولا ذكر ولا كذا، عبارة عن تفكر فقط. التفكر مرتبة عظيمة مطلوبة من المسلم، مأمور بها المسلم كما أمر بالصلاة، كما أمر بالصدقة، كما أمر بقيام الليل الصلاة، هو مأمور أيضا بالتفكر. طب خلينا نشير هيك لمفهوم التفكر فعليا، أنك ذكرته يعني وهو بعيد عن كثير من المسلمين، يمكن يغفلوا عن هذه العبادة. خلينا نشير كيف يتفكر المسلم فعليا ويأخذ أجر هذه العبادة العظيمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا كثير من الطلبات التي تفيد هذا المعنى. فقال مثلا سبحانه وتعالى قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. انظروا كيف بدأ الخلق، بداية الخلق كيف كانت، هذا أمر ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا به. سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يعني علم الجيولوجيا والآثار والأحافير والكذا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. يعني قد تكون السياحة فيها أجر فعليا، هذا نوع من التفكر. نعم طبعا، السير في نعم في نهايات الأمم السابقة وكيف علت في الأرض وكيف كذا، هذا نوع من التفكر. نوع من التفكر النظر في النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا النظر في النفس يعني من ناحية مادية ومن ناحية أيضا نفسية أو روحية، كيف هي عوامل السعادة وعوامل الشقاء وعوامل كذا في النفس، هذا أيضا أمر مهم.
جميل. النظر إلى الإبل، إلى الجبال، إلى السماوات، إلى الأرض، كله مطلوب في القرآن الكريم. الوقوف عند هذه التفاصيل فعليا والتفكر فيها وإعادة النظر فيها، هذه آيات في القرآن الكريم عبادة. تطالب المسلم بأن يتفكر في خلق السماوات والأرض. لذلك أنا يعني أدعو المسلمين إلى استغلال هذه الليالي. بالمناسبة يعني أنا أقول شيئا وإن كان يعني ليس دقيقا، ليس بالموضوع تماما، لكن مهم أيضا. القرآن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا فيه سرعة الإنجاز، وأكثر ما يعلمنا هذا في رمضان. نحن في غير رمضان نبقى أحيانا شهر شهرين ثلاثة أربعة حتى نقرأ ختمة من القرآن الكريم، وأحيانا بعضنا ستة أشهر أو سنة حتى يختم ختمة من القرآن سبحان الكريم. الله، رمضان شهر الإنجاز. في رمضان بسرعة تختم ختمة من القرآن الكريم خلال شهر، وأحيانا خلال عشرة أيام، العشر الأواخر. في غير رمضان أحيانا لا تقوم الليل، لا تصلي قيام أو نوافل إلا المكتوبة أو الفرائض والسنن المؤكدة ونحوها. في رمضان قد تصلي أكثر من 1000 ركعة، يعني لو واظبت على 20 ركعة في 30 يوم هي 600 ركعة فقط صلاة التراويح، فقط صلاة التراويح 600 ركعة. قد تصلي 1000 ركعة في رمضان زيادة عما تصليه في العادة. أنت استطعت خلال شهر أن تصلي 1000 ركعة زيادة، لماذا لا تستطيع أن تنجز في حياتك أيضا ما لا تفعله في غيرها؟ يعني أنا مثلا أقرأ في السنة كتابين، لماذا لا أستطيع أن أقرأ في شهر 5 كتب؟ مثل ما لا أصلي في السنة 100 ركعة زيادة، استطعت أن أصلي 600 ركعة في شهر. أيضا لو أنني أقرأ كتابا، أي كتاب كان في أي علم كان، كتاب في السنة، أنا أستطيع أن أقرأ 10 كتب في شهر. لذلك يقال بأن رمضان هو شهر تغيير العادات كذلك. نعم. يعني إحنا باستطاعتنا تغيير عادات سيئة إلى إيجابية في هذا الشهر بالمواظبة عليها. لا شك، وقيام رمضان القيام أحد الأمور التي فيها حث على سرعة الإنجاز. أنت تستطيع أن تفعل، تستطيع أن تغير، فقط عليك أن تبادر، عليك أن تنوي. وبكل بساطة تستطيع، ما في أحد ما استطاع منا، بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نقوم رمضان، منا المكثر ومنا المقل، ومنا اللي واظب على جماعة، ومنا من قامه في بيته، ومنا من كل الأيام، ومنا من قصر في بعض الأيام، لكن في النهاية كلنا قمنا أيام من رمضان. فهذا فضل عظيم استطعنا أن ننجزه بسرعة، نستطيع أن ننجز مثله في حياتنا الدنيا. وهنا نشير إلى ربط القرآن الكريم بين الدنيا والآخرة. يعني الإنسان قيام الليل كثير يتصور أنه والله أمر للآخرة وعبادة وإخلاص لله عز وجل ودعاء وبكاء وكذا، وينسى الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه، الدعاء هو العبادة، والدعاء يعبر عن رغبات الإنسان وتطلعاته سواء في الدنيا أو في الآخرة. يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكأن هناك ربط بين القيام في الليل والقيام في الحياة كذلك. نعم، الإنجاز نعم في الحياة. طبعاً طبعاً، ألا تصبح أو ألا يصبح قيام الليل سبباً للنوم والكسل وعدم الإنجاز في الحياة وكذا، لا بالعكس تماماً، هو المطلوب منك. بل في الدعاء في القرآن ربنا آتنا في الدنيا أولاً حسنة ثم في الآخرة حسنة أيضاً، وهذا ليس فيه تعارض أبداً. كثير من الناس يظنون أنه لو فعل شيء وهو يقصد الدنيا فهذا رياء وهذا تقصير لا هذا ليس صحيحا. حتى الحج ربنا سبحانه وتعالى قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يشهدوا منافع أولا، وشهود المنافع أمر دنيوي الإنسان يفعله في الحج وهي عبادة لله تبارك وتعالى. لذلك ينبغي ألا نربط قيام الليل بقضايا تعبدية وفي مفهومنا الضيق للعبادة، إنما نربطه بإنجاز لنا في هذه الحياة. قيام الليل عبارة عن سرعة إنجاز، مثل ما استطعت هنا أن تنجز ينبغي أن تستطيع في حياتك أن تكون جميل منجزة. هذا الربط فعليا لحتى الواحد المسلم يكون يعني قادر على الإنجاز في الليل وكذلك في النهار ويبقى مثل النحلة دؤوب على العمل. طب ما هي الحكمة من فعليا وضع قيام الليل، وضع هذه العبادة اللي فيها أكثر جزء فردية ربما الفرد بينه وبين الله عز وجل في الليل تحديدا، وخصها الله في الثلث الأخير من الليل، ما الحكمة من ذلك؟ يعني الإسلام يربط قضية العبادة لله سبحانه وتعالى بمفهوم الإخلاص. ولذلك ما لم يكن الإنسان مخلصا ففي عبادته شبهة، فيها تقصير، فيها أحيانا انتقاد، فيها أحيانا حتى تكون فشل أو ما يسميه الفقهاء فساد أو بطلان. بسبب ارتباطها بمفهوم يعني الإخلاص. الإخلاص أكثر ما يوجد حين يخلو الإنسان بربه تبارك وتعالى، وهذا الإخلاص يتحقق مع الإنسان، الخلوة الكاملة تتحقق حين يكون في الليل، وحين يكون في وقت أصلاً هو وقت لراحته، وقت أصلاً يكون في العادة من أجل أن يستقر فيه، من أجل أن يفعل أفعال شخصية له خاصة به. حين يخصص هذا الوقت الخاص له لله سبحانه وتعالى يشعر بنوع من الراحة النفسية، يعني هو يشعر بأنه فعل هذا من تلقاء نفسه، لم يفعل هذا بضغط، هو هذا وقته الخاص لا يطلع عليه فيه أحد، لا يراه أحد،
ومع ذلك جعله لله تبارك وتعالى، لذلك كان أدعى لتحقق الإخلاص منه. ولهذا وجدنا أيضا في السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا، متى يخلو الإنسان بربه تبارك وتعالى؟ متى يكون متحقق فيه هذا الأمر بشكل حقيقي وواقعي أنه بعيد عن إمكانية أن يراه الناس؟ في الليل حين يهجع الناس إلى فروشهم، حين ينامون، حين يخلو الأجواء تسكن، تتحقق سكينة وهدوء لا يتحقق مع الإنسان الحقيقة في أوقات النهار. جعلنا النهار معاشا، النهار معاش وحركة وحياة وكذا. ولذلك أنت إذا أردت أن تخلو بالله تبارك وتعالى، وإذا أردت أن يتحقق لك مناجاة صافية مع الله عز وجل، فهذا لا يتحقق مثل ما يتحقق في الليل. طبعا لا شك أي أوقات الليل الأولى يكون فيها مستيقظ كثير من الناس، لكن الأصعب فعليا هو الثلث الأخير. الثلث الأخير صحيح. هو هذا الذي يخصصه الإنسان في العادة للهدوء، للراحة، للسكينة. وبالمناسبة هذا ولابد الثلث من الاستيقاظ من النوم، ويعني التوضؤ ربما بارد في الشتاء. نعم، لذلك وجدنا بعض العلماء فرقوا بين التهجد والقيام. فقالوا القيام ما كان قبل النوم، والتهجد ما كان بعد نوم. فقد ينام الإنسان نصف ساعة ثم يقوم. فهذا يسمى تهجدا. نعم، فمنهم من قال لا، التهجد ما يكون في نصف الليل الآخر أو في ثلثه الأخير. طبعا الثلث والنصف تقسيمات هندسية، يعني لو افترضنا بين الشتاء والصيف. نعم، من دولة لو افترضنا الليل ست ساعات فالثلث الأخير هو آخر ساعتين. لو افترضنا الليل أربع ساعات، الثلث الأخير هو آخر ساعة ونصف. طبعا الليل بعد أذان المغرب نبدأ. نعم، من أذان المغرب إلى أذان الصبح هو هذا كله ليل، ثم يتم الصيام إلى الليل. يبدأ الليل بأذان المغرب. نعم، وينتهي بأذان الصبح. فلو افترضنا أنه الليل مثلا عشر ساعات، الثلث الأخير هو ثلاث ساعات وثلث. نعم، آخر ثلاث ساعات وثلث، كلها تسمى ثلث أخير. ولذلك هي تختلف من بلد إلى بلد، من بين الصيف والشتاء يختلف الثلث الأخير. لكن عموما الثلث الأخير فترة الإنسان أو النفس فيها تحب النوم، مع أنه بالمناسبة طبيا يقولون النوم المفيد للإنسان هو النوم في ثلث الليل الأول. الأول، أما الثلث الثاني فهو نصف الفائدة تقريبا، الثلث الثالث ربع فائدة الثلث الأول. ولذلك يعني لو نام الإنسان الثلث الأخير فقط فكأنه نام ربع الثلث الأول. سبحان الله. وهذا يعني يفسر لنا كيف كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لأنه كانوا يهجعون الثلث الأول. كيف إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. كيف كان يقوم أدنى من ثلثي الليل؟ لأنه كان ينام صلى الله عليه وسلم الثلث الأول، فنوم الثلث الأول هو الذي يستفيد منه الجسم. نعم، ويرتاح، وبعد ذلك يشعر بنشاط طوال النهار لو نام فعلا الثلث الأول. الثلث الأخير هذا الذي يخصصه الإنسان في العادة لراحة نفسه، إذا استيقظ فيه وقام بين يدي الله سبحانه وتعالى ناجى الله عز وجل بكل تأكيد له طعم خاص ولذة خاصة يحرم منها كثير من الناس، ويكرم الله تعالى بها خاصة عباده. طب خلينا نحكي عن فعليا هذه اللذة وهذا الطعم الذي يذوق المؤمن تحديدا والمواظب على قيام الليل، وليس فقط في رمضان يعني، وكمان أيضا يعني إحنا في العشر الأواخر ومقبلين على ليلة القدر إن شاء الله، ربما تكون ليلة القدر أيضا قد يعني كانت في الليالي السابقة، لكن هذا الطعم الذي ذكرت كيف فعليا يتذوقه المؤمن، وما فضله وما قيمته فعليا على حياته في الدنيا وفي الآخرة؟ يعني نستطيع أن نقول أنه بالتجربة المتذوقون لم يتركوه. يعني روي عن الإمام دق عرف ومن نعم عرف اقترف. نعم، روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه بقي أربعين سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. لماذا؟ يعني طبعا معناها كان يقوم الليل لا ينام الليل كله، يعني يصلي بوضوء العشاء يصلي الفجر. لماذا؟ حقيقة لذة المناجاة في هذا الوقت لا يمكن لأحد أن يصفها، هي تحتاج إلى تجربة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منها. آمين. الإنسان كلما يعني تعمق في مناجاة الله سبحانه وتعالى والقرب منه كلما ذاق معاني جديدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن هذا بمفهوم أو لفظ سماه حلاوة الإيمان، قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاثة بالمناسبة قضايا قلبية، أن يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر. يعني حلاوة الإيمان بماذا؟ بلذة المناجاة، بأمور قلبية ليس لها علاقة بالأعمال. كثير من الناس يتصورون أنه حلاوة الإيمان بالعمل،
أنا والله عملت كذا، سجدت، صليت، عملت، هذا ليس هو حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان بمحبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا إياها. اللهم أمين. طيب قبل الانتقال للدعاء في دقيقة، كيف ممكن فعليا نحافظ على هذه العبادة بعد رمضان بما أنه اعتدناها تقريبا في رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نعم. وإن قل، وهذه قاعدة نبوية مهمة في الحفاظ على هذه الفوائد التي نكتسبها من رمضان عموما، سواء صيام، سواء قيام ليل، سواء قراءة قرآن، سواء كذا، كلها نحاول قدر المستطاع أن نفعلها، وإن قلت نفعلها بعد رمضان. وهذه المواظبة لا تحتاج إلا إلى تغيير ما بالنفس، كما أمر الله تعالى، قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيرنا ما بأنفسنا انطلقنا نحو تغيير الواقع في الحقيقة، لكن نحن أولا ينبغي أن ننوي ونعزم. فإذا نوى الإنسان على شيء فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له أسبابه، والأمر سهل ويسير جدا جدا. انوي أن تواظب بعد رمضان على ركعتين في قيام الليل، ركعتين فقط، ليس 8 ولا 10 ولا 20، ركعتين فقط، وهذا أمر سهل ويسير. ولا تشدد على نفسك بكثرة قراءة القرآن فيها. بعض الناس يقول لا والله أنا سأقوم الليل سأقرأ 2 صفحات 3 في كل ركعة، لا هذا ليس صحيحا. اقرأ ما تحفظ بشيء يسير وبسيط تستطيع أن تداوم، فهذا أحب العمل إلى الله كما قال سيدنا رسول الله. إذن بالنية والدعاء أن يرزقنا الله عز وجل قيام الليل وقيام خالص لوجهه الكريم. دكتور، في آخر دقيقتين من قبل أذان المغرب نختم بدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا للصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين. اللهم كما أكرمتنا فبلغتنا شهر الصيام وأعنتنا فيه على الصيام والقيام، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا ممن قامها وأدى حقها. اللهم ارزقنا بالقرآن شفاعة، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن الكريم، اللهم اجعلنا ممن يحافظ على تلاوته والعمل به يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين. اللهم أمين. كل الشكر لك دكتور محمد دائما الجمال، سعيدين فيك وتقبل الله طاعتكم يا رب.